بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وبصحة وبخير، ورمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. النهاردة أنا جايبة لكم سر أصابع الكنافة. السر بتاعها إيه؟ من قلب مصانع الحلواني. إيه اللي بيستخدموه؟ حاجة بسيطة جدا تخلي الكنافة بتاعتك ناجحة من أول مرة، ممكن تعمليها وتحسي إن هي سهلة جدا. هتطلعي أحجام كلها متساوية، حجمها كلها قريب من بعض، كمان هتطلع معاك السطح بتاعها أملس، اللون بتاعها ذهبي، لون موحد. ده هنشوف مع بعض النهاردة. كمان هنعمل حشو مميزة للكنافة بتاعتنا، بس أنا ضفت حاجة مع المكسرات بتاعتنا هتخلي الطعم بتاعها خطير جدا، هتنقلها لعالم تاني، هيخليها بقى فخمة أكتر بكتير. يلا نبدأ معنا الفيديو بتاعنا، وما تنسونوش بقى في لايك وكومنت كده جميل عشان الفيديو بتاعي يوصل لكل الناس إن شاء الله. يلا نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفيديو بتاعنا الجميل ده. ويلا نبدأ مع بعض ونعمل سيرم الحلويات أو شربات الحلويات بتاعتنا اللي هو بيكون مناسبة للكنافة. هنضيف هنا كوبايتين من السكر، وبعد كده هنضيف عليها كوباية من المية، وبعد كده هضيف عليها عصير ليمونة كاملة، وبعد كده هضيف نص معلقة صغيرة من الفانيليا السكر. دي المكونات كلها مع بعض اللي هي بتاعت شربات الحلواني اللي احنا بنستخدمها. هبتدي بقى اقلب المكونات دي كلها مع بعض كده، واشغل عليها النار واخليها على نار متوسطه. هتاخد معايا تقريبا من 10 لربع ساعه لحد ما الاقيها عملت فقاعات بالشكل ده. شايفين المنظر بتاعها؟ اول ما توصل للمرحله دي كده خلاص السيرم بتاعنا بقى جاهز. نبدا بقى للسوداني بتاعنا او المكسرات بتاعتنا. هجيب نص كوبايه من السوداني وابتدي ان انا افرمها بالشكل ده، اخليها تبقى مجروشه بس مش اكتر من كده، يعني تبقى قطع كبيره شويه. وبعد كده هجيب الكنافه بتاعتنا وهبتدي بقى نشوف هنعمل ايه. ده كيلو من الكنافه، هبتدي ان انا اسويه عشان بس كنت انا جبتها لقيت فيها قطع كده مش متناسقه معايا، فهبتدي ان انا اشيل القطع اللي هي مش متناسقه دي. انا طبعا اضيفها في كيس واحطها في الفريزر، لان هعمل بيها برضو صينيه تانية اللي بتبقى حشوه الكريمه او القشطه او الحاجات دي كلها هنشوفها مع بعض. هبتدي بقى ان انا افك الكنافه بتاعتي كده. لازم الكنافه تجيبيها تبقى قطعه واحده، اللي هي الكنافه اللي هي بتبقى الشعر او بيقولوا عليها اللي هي الطرحه، بتبقى قطعه واحده على بعضها. هبتدي اقص الطرف بتاعها، وقلنا الحاجات اللي احنا بنطلعها من الكنافه هنستخدمها تاني برضو. هبتدي بقى ان انا اقيس كده تقريبا 18 سنتي. هتقيسيها بقى بمسطره او بالمفرش، ده بيبقى عليه السنتي بيبقى مكتوب عليه. ابتدي ان انا اقيسها بالشكل ده 18 سنتي واقص، واضيف عليها القطعه التانيه وبرضو اقص بنفس الحكايه، او اقيس على قطعه الكنافه اللي انا قطعتها الاولانيه. اهم حاجه يبقى طول الكنافه يبقى متساوي كله مع بعضه، عشان يطلع لي كل قطعه من الكنافه كل صباع هيبقى قد التاني بالظبط. فعشان كده بقول لكم لازم نقيس الاول ونشوف الحجم بتاعها قد ايه. هبتدي كده ان انا اخلص الكميه كلها. التانية اللي الاخيره طلعت كبيره شويه مش مشكله، هبتدي ان انا هرفع فيها بس في الكميه. رشيت عليها رشه كده من الميه بالبخاخه، ودي البخاخه اللي هي لازم تبقى موجوده معاكي بالنسبه للكنافه بتاعتنا. وبعد كده غطيتها بالشكل ده. هنتكلم بقى دلوقتي عن المكسرات والحشوه اللي احنا هنضيفها بالنسبه للكنافه بتاعتنا هتبقى ايه. هنا هنضيف معلقه من جوزه الهند، وبعد كده معلقه من الزبيب، وده بقى المكون اللي انا بقول لك عليه اللي هو هيخلي الكنافه بتاعتك خطيره جدا وهيخليها فخمه قوي اكتر من اللي انت بتدوقيها من اي محل تاني. ده بالنسبه لنا ده المشمش اللي هو المجفف. هبتدي ان انا اقطعه بالشكل ده مكعبات صغيره، قطع صغيره جدا، وابتدي ان انا اضيف على المكسرات بتاعتنا. دي بقى اللي هتخلي طعمها خطير قوي معاكي وهتخليها حلوه جدا. كده خلصنا مكونات المكسرات، بس هنضيف عليها حاجة أساسية جدا هتخلي الطعم خطير جدا. هنجيب نص فنجان صغير من السيرم اللي احنا عملناه، وهضيف عليها مية الورد، يعني تقريبا نص معلقة صغيرة من مية الورد. دي بقى بتخلي الطعم خطير جدا، يعني فعلا يخليها حلويات شرقية تحفة تحفة، هتغير الطعم تماما. خلاص خلصنا المكسرات بتاعتنا وعملنا المكونات كلها. نبتدي بقى الصينيه بتاعتنا ندهنها كده بقطعه من الزبده او بالسمنه، بس حاجه بسيطه جدا ما نحطش كتير. هبتدي بقى اخد اول قطعه من الكنافه بتاعتنا، وهبتدي ان انا اجهزها هفتحها على اتنين كده، لان هي طبعا انا لما جيت قصتها كانت عريضه قوي، فهبتدي بقى ان انا افردها. بصوا بقى الطريقه اللي انا بفرد بيها، يعني بصوا تحس ان انت بتشوف المفرش من تحت شويه،
وبعد كده هنرش رشة من المية، وهي ديت بقى المكون الرئيسي اللي هو السر بالنسبة للحلواني، بيستخدموا دايما بخاخة المية دي معاهم بالنسبة للكنافة، هي دي اللي بتخلي السطح بتاعها أملى زي ما بقول لكم، وبتخليها تبقى متماسكة جدا. بس خدي بالك ان انت ما تزوديش في رشة المية كتير، يعني تبقى رشة بسيطة كده او رشتين، مجرد بس ان هي بتساعدك ان انت تتحكمي في قطعة الكنافة بتاعتك، تقدري تشكليها براحتك. بصوا انا خلاص خلصت الصباع الاولاني، بصوا وبدوس عليه كده دوسة خفيفة ورشة خفيفة في الاخر كده عشان تبقى عندي متساوية، وخلاص وخلص الصباع ده، بصوا شايفين متماسك جدا. هنبدأ في القطعة التانية برضو ونشوف تاني. بصوا ببتدي افردها ازاي عشان تبقى يظهر بس تحت المفرش، مجرد ان انا احس ان المفرش اللي تحت ظاهر ابتدي بقى ان انا الفها عشان ما يبقاش عندي صباع كنافة يبقى عريض قوي. رشة المية دي بقى هي اللي بتخلي قطعة الكنافة بتاعتي متماسكة جدا، بصوا شايفين، وبتديها طراوة كده حلوة قوي. انا جايباها طبعا فريش طازة، بس طبعا رشة المية دي لازم جدا لازم يبقى عندك بخاخة المية دي للكنافة بتاعتك، بتفرق كتير جدا بصراحة. لما تيجي تعملي كنافة تيجي تعمليها عادي تلفيها عادي، هتحسي ان هي لا بتختلف كتير جدا غير لما انت تستخدمي بخاخة المية دي. فزي ما بقولك كده بخاخة المية دي بتفرق معاك كتير جدا بالنسبة للكنافة. والرشة اللي هي الأخيرة دي عشان أقفلها في الآخر، وخلاص كده تمام وحلوة جدا، وأبتدي أن أنا أضيفها في الصينية بتاعتي. وأبتدي بقى أن أنا أكمل لحد لما أخلص الكمية كلها اللي هي قدامي بالنسبة للكنافة. خدي بالك ان انا هنا ما حطيتش في المكسرات، ما حطيتش سكر ابدا، اوعي تحطي سكر مع المكسرات لان انت كده كده بتضيفي السيرم بتاعك فبيبقى مسكر جدا، هتضيفي كمان سكر لا هيبقى كتير. فكده افضل حاجه والسيرم كمان اللي انا ضفته عليها وميه الورد ده، السيرم طبعا بيعمل تماسك حلو جدا بين كل حبايه والتانية من المكسرات، هيخليها متماسكه كمان اكتر. اول ما تدخل النار وتبتدي ان هي تدخل عليها السخونيه بتاعت الفرن، هتبتدي ان هي تتماسك اكتر كمان من جوه، وهيديكي طعم خطير جدا غير كمان اللي انت بتحسي بيها في اي كنافه تانية. بصوا انا بوريكم اختبار ان هي متماسكه ازاي، رشه الميه عملت ايه في الكنافه بتاعتنا. بصوا يا جماعه بصوا متماسكه ازاي، شايفين؟ هنشوف تاني برضو واوريكم درجه تماسكها قد ايه. زي ما اتفقنا بنفردها بالشكل ده ونرش عليها رشة المية، اهم حاجة رشة المية دي اللي بتفرق كتير جدا معاكي في الكنافة. واحط بقى المكسرات بتاعتي وابتدي ان انا الفها. طريقة بسيطة وسهلة جدا ومش بتاخد معاكي وقت. وخلاص شايفين، حتى القطعة اللي تبقى مش متساوية معاكي برضو بتطلع متساوية برشة المية دي. بصوا شايفين، شايفين درجة التماسك بتاعتها، شايفين عاملة ازاي، ولا هتتفكي معاكي، مستحيل مستحيل ابدا تتفك، شايفين. واديني هو بعد ما رصيتها في الصينية بتاعتنا، شايفين شكلها بقى عامل ازاي. هبتدي بقى عليها اضيف السمنه بتاعتنا او الزبده حسب ما تحبي، بس اهم حاجه ان انت تضيفي كميه كده، ان انت تبتدي ان انت تغطي كل صباع عندك بالسمنه بتاعتك او بالزبده عشان يبتدي بقى اللون بتاعها ان هو يدي اللون اللي هو الذهبي الجميل ده، وتبتدي تبقى حلوه قوي معاكي. فلازم الخطوه دي، ولاحظ ان احنا واحنا بنلفها ما حطيناش لا سمنه ولا زبده خالص، فانت بتعوضيها بقى ان انت بتضيفي من على الوش. فاوعي تفتكري ان انت بتضيفي كميه كتيره، لا مش كتيره، ده مناسبه جدا. الفرن بتاعتي بقى الرف الوسط، تكون النور عندك متوسطة جدا ما تبقاش عالية، وهبتدي ان انا اضيفها في الفرن، وبعد كده اشغل عليها الشواية لحد ما تديك الدرجة الذهبي اللي انتوا شايفينها دي، شايفين الجمال بقى والطعمة بتاعتها، ما اقولكمش كانت خطيرة قد ايه. طبعا السيرم بتاعي بيكون بارد او بيكون دافي، وابتدي انزل على الكنافة بتاعتنا بالشكل ده. بس خدي بالك بقى ان نجاح الكنافة بتاعتك بيبقى بكمية السيرم اللي انت بتحطيها، يعني بصي القاعدة اللي هي بتبقى من تحت في الكنافة ما تتمليش كلها بالسيرم،
يعني تبقى كمية بسيطة جدا عشان تطلع معاكي القطعة بوحدتها وما تتراش معاكي وتقعد معاكي وقت طويل جدا وهي هشة بالشكل ده. أحلى حاجة لأصابع الكنافة إن هي ما تكونش طرية بالسيرم. هبتدي بقى ان نرصها في الطبق بتاعنا ونشوف بقى الجمال بتاعها والشياكة بتاعتها، وشايفين اللون بتاعها الذهبي عامل ازاي، وكل قطعة ما فيهاش بقى النعكشة اللي هي بتاعت الكنافة اللي هي بتبقى طالعة. بصوا شايفين متناسقة ازاي، السطح بتاعها متساوي جدا. وابتدي ده ارش عليها سوداني كده اللي انا كنت جرشاه، او ابتدي ان انا احط فستق اللي انت تحبيه، ممكن تضيفيه على السطح بتاعها من فوق مش هتفرق معاكي ابدا، او ممكن ما تضيفيش عليها. انا بس بحط مجرد ان انا بعمل ديكور كده بس للطبق بتاعي. بصوا شايفين متماسكه ازاي، انا حطهم فوق بعض. الكنافه القطعه بتاعتي مش طريه، القطعه بتاعتي متماسكه وحلوه جدا. كل قطعه قد الحجم التاني متساويه جدا، اللون بتاعها ذهبي، شكلها خطير جدا كانها زي الكنافه اللي انت بتشتريها جاهزه من اي محل. وتعالوا بقى انا هدوق كده عشان اوريكم كمان شكلها من جوه عامل ازاي. بصوا هي متماسكه بس طريه جدا، يعني انا وانا بقطمها باكلها حاسه ان هي طريه قوي، يعني ناعمه وفي نفس الوقت متماسكه. رشه الميه دي خليتها اختلفت تماما وخليها متماسكه بالشكل ده، وكمان السيرم اللي احنا ما زودناهوش عليها خلاها بقت حلوه قوي. شايفين الحشو من جوه باين ازاي، مفيش بقى لا احلى ولا اطعم من كده كنافه ممكن تشوفيها. انا عايزه اوريكم الحشو من جوه بس انتوا اكيد شايفينها طبعا. وكمان القاعده بتاعتها من تحت بصوا ذهب ازاي، يعني السوا بتاعها مظبوط جدا، مفيش بقى احلى من كده. اتمنى ان يكون الفيديو النهارده عجبكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.